حسن ظنكم كلكم. انا واحد بسيط خالص زي كل الناس اللي شغلت وتعبت سواء في الارض ولا في الغيط ولا في المصنع، لكن الابطال الحقيقيين هم الشهداء اللي دايما بيصنعوا لبلدنا فجر جديد. الشهداء اللي في سينا من 67 لحد الشهداء اللي في التحرير من 25 يناير لحد الشهداء في مجلس الوزراء. الشهداء والمصابين هم الابطال الحقيقيين. كل يوم الناس ما بتصدق انها تلاقي واحد من الشباب دخل الانتخابات وهو عارف قد ايه صعب، وكل المصريين لو خرجوا عشان يحموا الانتخابات الرئاسيه هنحمي الانتخابات الرئاسيه. وانا اخترت الطريق الصعب، اخترت الطريق ان ادخل الانتخابات بتوكيلات من الناس، مش هدخل عن طريق حزب من الاحزاب. وبقول لكل اللي بيقولوا انه صعب ان الانتخابات اجمع فيها 30 توكيل، انا بقول لهم انا مش لوحدي، انا معايا كل اهل بلدي وكل مطمئن وكل العمال وكل الفلاحين. لو كل واحد اتصل بعشرة هنجمع ال 30,000 على مستوى الجمهورية. كل الشرطة في مصر بيحلموا بتعليم عيال، بيحلموا بمدارس تتبني عشان نستوعب ولادنا. فين العلاج المجاني؟ رب الأسرة اللي بياخد 300 و400 جنيه يعيش ازاي هو وولاده؟ لو حد منهم تعب يعالجوا ازاي؟ اللي هيوقف مصر ليه بتستورد القمح؟ مصر ليه ما بتزرعش القمح؟ ليه بنستورد كل حاجة وبقينا معرض للسلع الصينية؟ فين الصناعة الحقيقية؟ كل ده عشان القطاع العام كانوا بيبيعوه. القطاع العام اللي محقق السنة دي أرباح 2 مليار جنيه. ولما بيوقف القطاع انتوا اللي فاسدين. مساعد وزير المالية لشؤون الضرائب بياخد 1,000,000 جنيه في الشهر، وعنده 12 سكرتير، كل سكرتير بياخد 100,000 جنيه في الشهر، وكل مدير امن بياخد 500,000 جنيه في الشهر، وكل رؤساء مجالس الادارات في شركات البترول بياخدوا اعلى من 500,000 جنيه في الشهر. وبقول ان المرحلة دي هي اما انها تقدر تتنقل، ان الشعب بجد يتحكم بالديمقراطيه والشعب بجد يبقى فيه عداله اجتماعيه، او هنرجع تاني للايام الصعبه والنظام اللي احنا شفناه. ومن قبل 30 مارس ومن قبل جمع التوقيعات من هنا من متعيش ومن كفر المحمديه ومن الحكميه